التواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات في يوم ختام تمهيد المرموم. في هذه اللحظات أعلنت انطلاقة ثالث أشواطنا بمجموع الأشواط الذي خصص للإبكار الإذاع وسن الإبداع والاستمتاع. أتقدم مباشرة مع هذه الأسماء، أتقدم مع هذه الشعارات، مع الشاهينية على المركز الأول من هجن العاصفة، تتقدم بمتابعة وتضمير من غياث الهلالي. المركز الثاني سلام من هجن سيح السلم، والخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتابعها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث الشاهينية القادمة من هجن زعبيل مع المتألق في هذا المساء راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز الخامس من السياج الخارجية، التقدم من افراح لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع الحميني يتابعها مضمر الشرق الاوسط. نتابع المركز السادس الشاهينية من هجن زعبيل مع المتألق في عملية التضمير راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. نتابع المركز السابع والقادم الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثامن والتاسع الشاهينية والشاهينية الثنتين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز العاشر مزنة لسمو شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا أول نداء للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة في هذا المسار الرياضي في هذا الختامي ختامي تمهيدي المرموم. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة مع أفراح اللي غيرته. أفراح وعسى دياركم كلها أفراح لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقومع الحميري من يقدم أفراح، من يقدم أفراح. المركز الأول، المركز الثاني الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز الثالث القادم الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الرابع، المركز الرابع سلام من هجن سيح السلم والخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع سلام على المركز الرابع. المركز الخامس تاتي الشاهينية من هجن زعبيل بمتابعة المتألق راشد بن محمد بن مروشد. والمركز السادس هذه الشاهينية القادمة من هجن زعبيل كذلك مع المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز السابع الشاهينية من هجن العاصمة قادمة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثامن الشاهينية من هجن العاصمة بمتابعة غياث الهلالي. المركز التاسع هذه اللي وصلت، هذه الظبية، أول نداء للظبية لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع بيت بن محمد بن ضبيع الكتبي. المركز الخامس، المركز عفوا العاشر، هذه اللي وصلت، هذه مزنة لسمو شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة الكتبي. وهجن الطائلات قادمة مع التماس وسالم بن مسلم بن قزول العامري من يتابع هجن الطائلات القادمة من المملكة العربية من مملكة البحرين المشاركة على أرضية هذا الميدان. هكذا هي النتيجة، غادرنا المنعطف الأخير، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، إلى أفراح على المركز الأول، أفراح على الصدارة. مضمر الشرق الأوسط يتقدم بتاريخ هذا الشعار بإنجازاته، ينطلق على المركز الأول مقدما أفراح لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. تتقدم أفراح المركز الأول. وين الموقع؟ بدأنا نقترب من الكيل.
الكيلومتر الاخير. اجني زعبيل، اجني زعبيل القادمه على المركز الثاني مع الشاهينية بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد وسلام من هجن سيعة سلام قادمة على المركز الثالث، هجن العاصمة على المركز الرابع، هجن زعبيل على المركز الخامس، ولكن افراح افراح على المركز الاول. اللحظات الاخيرة في سن الاذاعة في سن الابداع، عودة الى المراكز الاولى، عودة الى عن سابع نقاط في هذا المساء. تتقدم الشاهينية على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة من هجن زعبيل. المركز الثاني الظبي، قادم الظبي لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث الشاهينية من هجن زعبيل، هجن العاصمة قادمة. يا هي معركة اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، عودة إلى الصدارة، إلى هجن زعبيل، إلى هجن زعبيل، إلى هجن زعبيل. المتألق يواصل تألقه في هذا المساء، يواصل تألقه. هي هجن زعبيل في حضور مالكها، ما تجيب إلا العلوم الطيبة. هو المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. تهانينا والناموس لهجن زعبيل النقطة السابعة، تهانينا والناموس لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، مالك هذه الهجن، مالك هذه الهجن اللي بالعلوم الطيبة في كل مساء وفي كل زمان ومكان. المركز الثاني هجن زعبيل، المركز الثالث الظبي لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع سلام من هجن سيحة السلم، المركز الخامس افراح لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا هي النتيجة. النقطة السابعة، مساكم كله هجن زعبيل يا متابعين يا مشاهدين امام هذه الشاشات. هجن زعبيل تسيطر في هذا المساء على اشواط اللقاية والإذاعة حتى هذه اللحظات. 7:36 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. شكرا يا المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد، واصل تألقك في هذا العام وفي هذا الموسم. المركز الثاني هجن زعبيل 7:36، 3 أجزاء من الثانية، هو توقيت الشاهينية ما شاء الله من هجن زعبيل. شكرا للمتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. المركز الثالث 7:37 جزء واحد من الثانية، الظبي لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا عبيد بن محمد بن الظبي على الكتبي على هذه المشاركة. تهانينا والناموس للجميع وإلى هجن زعبيل.